كانت المقابله راه شتي المقابله كي كانت كنا فهمي راه واحد المساله انا بغيت نفهمها اش كاع لي زاربيت واش ضدنا ما فهمتش انا الماتشات لا دوميسيل لا الاكستيريور انا ما كنهضرش على لي زاربيت على اساس اني درت مقابله ديال التعادل ما ترد لهمش اللومه ولكن خصها يتعاد النظر في هذا الشيء هذا ماشي مقابله الاولى ولا الثانيه والثالثه انا ما تتخباش انا خصني نخدم هي ولكن هذا الشيء راه عيقوا بزاف علينا كاع هو مقابله دوميسيل ومقابله الاكستيريور وغنعطيهم بالدلائل وبالفيديوهات يشوفوا هذا الشيء هذا راه حشومه هذا الشيء هذا تقارنا ولا تتقارنا بالله اش طيبي بغينا واحد السؤال اللي كيتسال عليه الجماهير الصفريويه بالنسبه للانتدابات شكون اللي مسؤول عليهم واش انت اللي مسؤول راه عادي انا مسؤول عن الانتدابات ولا عندهم شي لعاب في الصفر يكون فالابل غير يلعب في الفرقه يجي مرحبا به مش حنا اليوم دخلنا عازمين على 3 بوان وكيما شفتوا الجمهور تاع المدينه اللي خصو يساندنا ويأزرنا ويبقى معنا حتى 90 دقيقه كان هو الخصم رقم جوج معنا في التيران وانتم كتشوف هاد الناس ما باغينش يمشيو بهاد الفرقه القدام حنا كنديروا اللي في جهدنا وراهم كيشوفوا كل شيء والمسؤولين وكل شيء ولكن الجمهور ما باغيش الخير لهاد الفرقه حنا انتم كتشوف عندنا خصم في التيران وخصم في التريبيل ما عرفنا شنو غنديروا